أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في أخبارنا. زي ما حضراتكم عارفين، مصر واحدة من الدول المهتمة جدا بملف تغير المناخ، والحقيقة إنه في اهتمام خاص من جانب القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بملف المناخ، وعشان كده انطلقت فعاليات الموسم الثقافي لعام 2023 اللي بتنظمه الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحت عنوان المناخ والحياة. عشان نفهم تفاصيل أكتر عن هذه الفعاليات والجهات المشاركة في هذه الفعاليات، خلونا نرحب بالدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق. يا دكتور، بنرحب بحضرتك وصباح الفل. وخير أندرو على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية يا فندم، عايزين ناخد فكرة أكتر عن الموسم الثقافي والجهات المشاركة فيه. طبعا هذا الموسم هو موسم سنوي دائما مصر بالهيئة الأرصاد الجوية بتعمله، يمكن السنة دي طبعا واخد اهتمام أكبر، طبعا لأن كان زي ما احنا عارفين في السنة الماضية كان كوب 27 كان معمول في مصر في شرم الشيخ، فطبعا المؤتمر ده أو الموسم ده أخد أهمية سواء على مستوى الدول العربية والأفريقية أو حتى على مستوى العالم كله. حتى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مهتمة بهذا الموسم الثقافي الموجود أو اللي هيبدأ إن شاء الله في يبدأ العمل فيه في الهيئة العامة للأرصاد الجوية هذا الشهر. هل هناك جهات عربية ستشارك في الموسم؟ إن شاء الله هو فيه جهات كتير جدا، لأن هو الإعلان وصل لكل الدول المشتركة في المنظمة على الأرصاد الجوية سواء كانت عربية أو أفريقية أو عالمية حتى، وفي فعلا في دول كتير حتشارك في هذا الموسم. طيب إيه أهميته بقى والهدف من إقامته؟ طبعا هو الهدف من إقامته هو مناقشة الأبحاث الخاصة بالمناخ وتغيراته المناخية سواء في على مستوى مصر أو مستوى الدول العربية أو على مستوى العالم كله. زي ما احنا شايفين التغير المناخي واضح جدا تأثيره على العالم كله، شايفين الحرائق اللي بتحصل في كثيرا من غابات في على مستوى العالم، أو حتى درجات الحرارة العالية جدا اللي بتحدث في دول لم تشهد هذه درجات الحرارة نهائيا سواء كانت دول أوروبية أو في أمريكا. أيضا بنشوف الأعاصير اللي بدأت تكون عنيفة جدا سواء في أمريكا أو في آسيا أو في بعض الدول الأخرى. طيب إيه أهم المحاور اللي سيتم مناقشتها خلال الموسم، وهل سيتطرق بقى بالقضايا المتعلقة بالمناخ اللي بتؤثر على حياتنا اليومية؟ هو أساسا العنوان بتاعه أنه خاص بالمناخ والحياة وعلاقة المناخ بالحياة، لأنه طبعا واضح جدا الارتباط الحياة الإنسان على الأرض بالمناخ وبالتغير المناخي. ويمكن لو شفنا عدد الوفيات اللي حدثت بسبب التغير المناخي يحتاج انها كتير جدا اكتر من اي حروب سواء في اي دول في العالم. حتى العالم كله لو جمعت الوفيات اللي حدثت من الحروب على مستوى العالم كله وقارنتها بالوفيات اللي حصلت من المناخ هتجد انها اكتر بكتير. فبالتالي اذا المناخ مرتبط ارتباط وثيق بالحياه. الدكتور احمد عبد العال، رئيس هيئه الارصاد الجويه السابق، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله، ودايما مصر رائده في مجالات مختلفه.